في إطار تأهيل ورفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة للتصدي ولمجابهة انتشار جائحة فيروس كورونا ببلدية درج، أقيمت بقاعة كلية التربية درج دورة تدريبية في برامج العزل الصحي وكيفية التعامل مع الحالات الموجبة المصابة بفيروس كورونا. درنا الخطة والمرحلة الثانية من الخطة إن بدينا في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة ببلدية درج. طبعا المركز العزل الطبي هذا متوقع انه يقدم خدمات في المنطقه الممتده من لكل بلديه درج، من اوال لعند من اوال ماترس درج تقطه تفلفل سيناون الشعوه. استهدفت الدورة العناصر الطبية والطبية المساعدة وعددا من المتطوعين الذين سيتم استهدافهم للعمل بمركز العزل الصحي بالبلدية، وأشرف على تغطية كل محاور الدورة الدكتور عبد الله عمران رئيس فريق الاستجابة السريعة بالبلدية. طبعا قام مركز العزل الصحي بحجر بإجراء لنا دورة تحت إشراف دكتور عبد الله عمران. طبعا الدورة هذه تتضمن طريقة ما تتعامل، طبعا تضمنت الكوادر الطبية من دكاترة من فنيين من المختبرات من كل الكوادر الطبية المساعدة، وتضمنت الدورة هذه طريقة هذا انتشار الفيروس، كيفية التعامل معه، كيفية مجابهة الفيروس هذا، والتوعية الصحية للحالات والمرضى وكل شيء. وتناولت محاور الدورة أيضا عددا من الدروس النظرية والعملية، ومنها كيفية الكشف والتعامل مع حالات الاشتباه، وكذلك الاطلاع على آليات وطرق التعامل مع الأجهزة الطبية.